أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 24 من برنامج مدرس على الهوى. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي هيتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين ملاحظاتهم حتى نرتقي للبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة مستر رمضان التركي، واللي هيشرح لنا جرامر يونت 11 أند 12. هيكمل لنا الدايركت أند إندايركت سبيتش، هيتكلم عن الكويشن والأوردر. صباح الخير يا مستر. صباح الخير مستر احمد، كل سنه وانتم طيبين. اولا بمناسبه المولد النبوي، وحضرتك طيب. انا بشكر طبعا مستر نبيل بكير، هو شرح الدايركت والاندايركت في الجمله الاستيتمنت بصراحه بطريقه وافيه جدا جدا، واتمنى ان احنا بقى نكمل مجهوده يعني في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله ان كلنا شاء الله نستفيد بيك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده مع مستر رمضان التركي ويونت 11 و12، واتفضل يا مستر هتنورنا صباح الخير يا دكتور. تفضل. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا ولاد، ان شاء الله احنا هنكمل الحلقه بتاع مستر نبيل بكير، وان شاء الله هنكمل الدايركت والاندايركت في جمله السؤال في الكويستشن وفي الاوردر. ان شاء الله هنوزع السبوره بتاعتنا كده وهنكتب ده الدايركت اند indirect speech. دي كده جملة السؤال، جملة الكويستشن. احنا عندنا نوعين من السؤال طبعا، عندنا yes no question، وعندنا wh question. عندنا نوعين من السؤال، عندنا اليس نو كويستشن، ده السؤال اللي بيبدأ عندنا مثلا بدو، بدز، بهاز، بهاف، بالمودال فيربس او الاوكسيلري فيرب زي ما احنا عارفين اللي احنا بنجاوب عليه بيس وايه ونو. وعندنا دبليو اتش حتى من شكله دبليو اتش، يبقى انا هبدأ وير، وين، وات، اللي هي question words. تمام، يبقى انا عندي yes no question وعندي دبليو اتش question. انا بحول من الدايركت للاندايركت زي مستر نبيل ما قال، فطبيعي جدا ازاي هربط جمله دايركت واندايركت تبدا ب yes no question وازاي تبدا ب دبليو اتش question. طبيعي جدا ان ده شكل سؤال، فهيقول لي في الامتحان هي سيد تو او هي سيد لوحدها، وانا كده كده بحول سؤال، بحول ايه؟ سؤال. فانا ما بحول سؤال طبيعي جدا السيت دي هتبقى هي اسكت او هي وندرد تساءل، تمام، او هي وونتد تو نو وممكن برضه يقول لي كان يو تيل مي، كان يو تيل مي، وممكن برضه اي وونت او اي وونتد تو نو. ده كده خطوات التحويل. يبقى انا عندي السيت تو او السيت لوحدها سواء في اوبجكت او ما فيش اوبجكت بحولها لاسكت، وندرد، وونت تو نو، كان يو تيل مي، كود يو تيل مي، ايد لايك تو نو، ايا كان البدايه اللي هبدا بيها. طبيعي جدا عندي نوعين من السؤال، عندي ليس نو كويستشن، السؤال اللي زي ده قال لي احنا هنربط يا اما باف يا اما بويذر. اف يا ويذر. والشكل الثاني ادوات الاستفهام هنربط باداه الاستفهام وير، وين، وات، الى اخره. يبقى انا هربط يا اما اف يا اما وذر. ده لو انا بسال بيس نو كويستشن، لو انا بسال باداه استفهام فبنزلها زي ما هي. تمام. المعلومه بقى اللي الطالب لازم يعرفها ولازم يبقى واعي قوي ليها، ان لو جت اف او وذر او دبليو اتش كويستشن واخر جمله فيها فول ستوب، يبقى انا محتاج ايه؟ سبجكت بلس فيرب. لازم ابقى حافظ بقى القاعده دي. يعني انا اف يبقى ورا اف اي، وذر اي، اف هي، وذر هي، والفيرب زي ما قال مستر نبيل بالظبط، انا لو عندي هنا باست يبقى ده هيبقى باست، لو هي كانت باست هعملها باست ايه؟ بيرفكت. يبقى انا كده لازم ابقى حافظ كويس جدا اف، وذر، ادوات الاستفهام كلهم وراهم السبجكت والفيرب. دي معلومه اساسيه، يعني انا بقول للطالب بتاعي وانت داخل الامتحان لقيت وير اكتب كده وراها بالانجلش كده اس زائد في، وانزل على الاختيارات تحت
دور على الفعل والفعل. الفعل بقى هي شي ذي ايا كان الفعل، الفيرب بقى الباست مع باست والباست مع باست بيرفكت حسب الزمن بتاعي. يبقى دي اساسيات تحويل الجمله الاستفهاميه. يبقى انا عندي يس نو كويستشن وعندي دبليو اتش كويستشن. اليس نو كويستشن ده سؤال يبدا بفعل مساعد او بهيلبنج فيرب او بمودال فيرب، والثاني هيبدا باداه استفهام. خلاص كده انا نزلت اف او وذر للربط وراهم سبجكت زائد فيرب. ده كده اساسيات التحويل، وهلتزم بنفس القواعد اللي هناخدها بقى في الاكزامبلز اللي احنا هنعملها. تعالى نعمل اسئله من امتحانات ثانويه عامه. نبدا بامتحان 2016 كان كاتب كده يا جماعه: I wanted to know where space his laptop. ده امتحان الثانويه العامه 2016. كتب اختياراته وقال: Did he put he had put he has put. نفس الاختيارات ونفس الجمله في امتحان 2016 زي ما جت في الامتحان بالظبط. همشي واحده واحده. I wanted to know ده البدايه بتاعتنا اللي احنا قلناها في اول جزء ده. He wanted to know, he wondered, I wanted to know الى اخره. هو جاء بدل ما اقول I asked it قال I wanted to know. حط هنا الكويستشن where كلمات الاستفهام مثلا حط وير. انا بقول للطالب بتاعي دايما اتعلم كده، هو حط هنا وحطت هنا في الاسلوب اكتب سبجكت زائد فيرب. حلو جدا. هنا في الباست ولا في البريزنت؟ باست. يبقى انا مضطر اختار باست، مضطر اختار ايه؟ باست. طب انا هبدا ادي السبجكت، لا ده كده فيرب، دي مش هتنفع، دي عايزه علامه استفهام. اوكي. طب هي بوتس دي بريزنت، هي هات بوت دي باست، وهنا دي بريزنت، وانت بتقول جمله في الباست، يبقى هنا البريزنت مش هينفع ولا كمان البريزنت، يبقى هنختار مين؟ هي هات بوت. يبقى الجمله كانت اصلها ماضي بسيط وتحولت لماضي. تمام، لماضي تاني. يبقى انا كده عملت ايه؟ قلت اي ونت تو نو وير هي هات بوت. تمام. امتحان 2014 كان امتحان السودان، قال اي اسكد مستر احمد. هي كانت مستر امجد، انا خليها مستر احمد عشان مستر احمد السعيد. تسلم يا حبيبي. وكاتب كده هاو ميني باونس سبيس كده، وحط جمله في الاستوب. قال كده هي ارنز هي هاز ارند هاد هي ارند ولا هي هاد ارند. همشي برضو واحده واحده. لاحظ ان انا ما كتبتش ولا كيورد لاي زمن. انا شغال على وان تشويس، ودي للاسف الامتحانات اللي بتيجي كده بالشكل ده. النظام القديم اللي احنا شغالين فيه اخر سنه فيه السنه دي كان بنفس النظام، هو حق مش كاتب اصلا كيورد، لا كاتب مثلا ذا فولوينج داي ولا كاتب ذا داي بيفور ولا كاتب ذن ولا كاتب اي حاجه. فكاتب كده اي اسك مستر احمد هاو ميني باونس نوت كانت افري داي او افري مانث او افري الى اخره مثلا زي ما بيكتب. طب هنا النهارده ادي اسكت في الباست وانا كاتب الكيورد اداه الاستفهام هاو ميني باونس، اكتب ادي السبجكت والفيرب زائد الفيرب، دي اساسيه سبجكت زائد فيرب. طيب وانت هنا في الباست يبقى انا هدور على الباست اللي زيه. ارنز دي بريزنت، جميل. هاز ارند دي بريزنت، هاد هي ارند ده سؤال، ده مش سبجكت ابدا ده فيرب، يبقى هنختار مين؟ هي هاد ارند، هي هاد ايه؟ ارند. نرجع بقى شويه نقول بقى مثلا جمله ثانيه، امتحان 2011 شي اسكد مي وير سبيس ذا داي before. وانا بقول للطالب هتلاقي اسكت، هتلاقي question word اداه استفهام، لو سمحت اكتب السبجكت بلس الفيرب عشان ما تغلطش. مش عيب ان اعمل كده في الامتحان، مش عيب ان انا بامتحن اما الاقي هنا فول ستوب يبقى دي جمله خبريه، بقى جمله statement انا حولت السؤال لجمله خبريه. تمام. فمش عيب ان اكتب اس زائد فيرب. يبقى انا كده حتى لما يجي يقول لي مثلا جمله مثلا مثلا هي اسكت دي وير اي went ادي واحده سبيس مثلا كده اي هاد جن اي جو ديد اي جو
لو انا مكان الطالب النهارده وانا كاتب اس زائد فيرب، اول واحده هشطبها ديد اي جو. تمام. طب ليه هتشطبها؟ انت عايز سبجكت ده ادفيرب، والديد ده فيرب اصلا، انت فعلا انا بعمل بيه سؤال. اصبح عندي كده ثلاث اختيارات. طب انا كده اي جو دي بريزنت، وجمله كده كده باست، وما فيهاش مثلا جاست ناو ولا امومنت اجو ولا امومنت ولا مثلا ايه اشور تايم اجو اللي بتحافظ على الزمن. اصبح عندي اي ونت واي هاد جان. طب انت كاتب لي هنا ذا دي بيفور، دي كانت اصلها مين؟ يسترداي. ومستر نبيل قال في المحاضره اللي فاتت ان انا بحول يسترداي ذا دي بيفور وبحول الباست سمبل لباست ايه؟ بيرفكت. يبقى انا هختار مين؟ مين؟ اي هاد جان. اي هاد جان. طب جمله ثانيه بتقول مثلا شي اسكد هم جاست ناو اف هي سبيس كده انجلش، وبرضه مفيش كيورد للزمن. شي اسكد هيم جاست ناو اف هي انجلش، وكاتب كده كود سبيك ولا كان سبيك ولا سبوك ولا سبيكينج. الطالب الضعيف النهارده اول ما هشوف اسكد هقول للمستر بقول اسكد بتختار باست. طب انا حطيت لك جاست ناو دي، ودي احنا بنسميها كده احدى اللي احنا بنسميها ايه التريكس اللي في الامتحانات، يحط جاست ناو يحط امومنت اجو. بيقول ان جاست ناو دي وجودها في الجمله جاست ناو وامومنت اجو، انت كده بتحافظ على الزمن نفسه، بحافظ على ايه؟ على الزمن. ما بحولش الزمن. يبقى انا هختار هنا مين؟ اف هي كان سبيك. يبقى انا عندي جمله الاستفهام مش محتاجه صعوبه قوي ان انا ابقى فاهم ان انا ما بحط اف او وذر او كويتشن وورد اداه استفهام وير وين وات هاو ايا كان اداه الاستفهام. الطالب لازم يلتزم بالسبجكت والفيرب، لازم احط رقم السبجكت والايه والفيرب. ده بالنسبه كده لاول جزء في الاسئله. طبعا ده كده الجزء الاول. نكمل ناخد حاجه ثانيه. تمام. الناس الطلبه اللي بتراجع معانا، الطالب اللي بتصور، الطالب اللي بيكتب، نتمنى طبعا ان هو يكتب الحاجات البسيطه دي. ودي امتحانات، ده امتحان 2016، ده امتحان 2014، وده امتحان 2011. تمام. جميل. محدش ينسى يا شباب انك هتتابع على صفحه مدرس على الهواء على الفيس وعلى اليوتيوب، على صفحه برضو مدرس على الهواء مستر رمضان الترك. هتقول لنا حلقه جديده يا مستر؟ اه طبعا، احنا زي ما احنا ملتزمين كده. طيب سؤال كده يا جماعه، كان يو تيل مي، ده امتحان 2011، هاو لونج تو اسوان، وحط فيها كويستشن مارك مارك. يا ترى هناخد داز it take did it take it takes it took. ده جزء من الاسئله برضو اللي بيعمل بيها تريك في الامتحان. can you tell me how long to Aswan؟ وهنا ابقى على question mark. تمام، ابقى على question mark. وحط can you tell me في زمن مضارع البريزنت في المضارع. يبقى انا لو انا كده اولا هشطب ديد. مظبوط. تمام كده. ادي واحده، اصبح عندي التيكس والتوك، وهشطب التوك يعني التوك. دي ماضي. تمام. اصبح عندي داز التيك وايه والتيكس. الطالب طبعا هيتخدع بعلامه الاستفهام ديت وهيختار داز التيك ويقول لك ده سؤال. اقول له لا، هنا دي تخص كان. كان يو تيل مي ده صيغه السؤال. كان يو تيل مي ممكن تقول لي لو سمحت. بياخد ده سؤال، نختار هنا مين؟ التيكس. It takes. واحدة تاني، هي said to me، نرجع بقى للأصل بتاعنا. هي said to me، جملة زي دي كده جملة خبرية، وراح كاتب مثلا كده where have you been. ده التحويل، التحويل العادي بتاعنا، عشان لو احنا تهنا زي مستر نبيل ما كان بيعرض لينا. احنا قلنا ده سؤال، ادي هي asked مي، طبعا دي اداه استفهام هننزلها، ادي وير. تمام كده. انا عايز ايه؟ سبجكت بلس فيرب. يبقى اليو هتبقى اي دي في الباست، الهاف هتبقى هاد هاد
Where I had been. دي كده احنا حولنا جملة عادية. في بقى معلومة تانية، أنا عندي whether. طب احنا بنربط في ال yes no question يا إما بمين؟ whether أو يا إما بإف أو whether. إف أو إيه؟ أو whether. إمتى أنا ببقى مضطر أستخدم whether؟ إمتى ببقى مضطر أستخدمها إجباري؟ يعني مثلا على سبيل المثال مثلا يقول لي مثلا إيه؟ شي أسكد مي ويجي عامل كده سبيس or not I would visit Alexandria ونفس الجملة هنكتبها تاني she asked me وادي السبيس I would visit Alexandria or not تمام؟ قال لما يجي أرنوت في آخر الجملة أرنوت في آخر الجملة وده سؤال yes no question قال لي أنت ممكن تستخدم if أو whether أو whether والاتنين both of them are correct تمام الاتنين كده صح يعني أنا في التشويس في الامتحان مش هيكتب لي if و whether مع بعض الجملة زي دي تمام مش هيكتب if و whether لأن لو كاتب if و whether both of them are correct أختار if صح أختار whether إيه صح ما فيش مشكلة لو كتبها بالشكل ده أرنوت انا ما عنديش غير اختيار واحد يبقى ده او ده مش غير مين وذر وذر اور نوت يبقى انا عندي برضو الربط بوذر اور اف وذر اور اف لو اور نوت في اخر الجمله ممكن استخدم الاثنين بوث اوف ذيم ار كوريكت اما لو وذر لو اور نوت في وسط الجمله يبقى انا مضطر استخدم مين وذر ادي واحده ثانيه برضو من الحاجات التريكات اللي بجيبها في الايه في الامتحان ده بالنسبه للاي سنو كويستشن والدبليو اتش كويستشن عندنا بس حاجه بسيطه كده نذكرها فيه وبقى كده ايه خلصنا صيغه السؤال وجملة الأمر بقى متمددة شوية لأن الأمر بيربط الجملة الخبرية وجملة الأمر وجملة السؤال في تحويلات وعندنا فيها suggest وعندنا فيها warned وعندنا فيها recommend وعندنا فيها advice وعندنا فيها told وعندنا فيها ordered موضوع كبير شوية ده كده الجزء الأول في السؤال ناخد سؤال تاني نختم بيه جملة الاستفهامية علي أسكد منى سبيس شي كود درايف أكار وذر وبعدين وذر ذات تو دي كده روابط الجملة الخبرية ورابط جملة الأمر وكمان روابط جملة السؤال طبعا الطلب للأسف جملة دي جت في امتحان 2011 كله غلط من دي ودي الطالب مش مركز في الشكل السبيلنج وشكل الجملة وحافظ كلامك كويس هو مش عارف دي معناها الطقس دي الربط بأداة الاستفهام طبعا ذات ما تنفعش طبعا هنا في مين أسكت 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 ما بتجيبش ذات خالص شكرا كده ذات تو عايز الانفينيتيف ما تنفعش أصبح عندي الاثنين دول يبقى منها مين وذر نخلي بالنا بقى من وذر وذر التاني دي كده ملخص سريع قوي للجمله الاستفهاميه بطريقه بسيطه وانا بقول للطالب وانت بتذاكر لو سمحت انت عندك وذر انا بقول له كده ملخصها السريع ادي السبجكت اهو لو عايز بقى تصور الجزء الاخير ده تحل باي جمله استفهاميه في اي كتاب ادي السبجكت انا عندي اد اسكس ده البريزنت وعندي اسك ده البريزنت برضو وعندي اسكد ده كده الباست عندي wanted to know want او wanted to know على طول wanted to know عندي كمان wonder وعندي I'd like to know I'd like to know وعندي wonder wonder نفس الكلام بالظبط لو سمحت اكتب الشكل ده زي ما انا كاتبه كده بالظبط احنا عندنا الربط ادي اف وممكن تبقى مين whether وعندي الـ wh question wh زي مثلا when ذا واي ذا وير الى اخره ايا كان اداه الاستفهام بعد اذنك اكتب كده سبجكت بلس فيرب بلس فيرب وانت بتكتب ده انا عندي ده البريزنت هتكتب كده البريزنت معاه على طول البريزنت الى الحالات الشاذه اللي قالها مستر نبيل كلها بريزنت مع بريزنت وعندي الباست بيقسم حاجتين يا اما
باست يا اما باست بيرفكت. وكده اعتقد لو انت كتبت قاعده زي دي عندك كده مفيش ولا جمله في يونت 11 هتعدي من تحت ايدك غلط. لو انا مسكت اي كتاب واشتغلت على القاعده دي، انا عندي اسك واسكز واسكت، اسك اسك اسكد، وونت تو نو وونت تو نو، وندر وندرد، احط وراهم اف او ويذر او ادوات الاستفهام، وبعدين السبجكت والفيرب. انت ليه هنا ما كتبتش اوبجكت؟ لان انا عارف ان اسك مره تاخد اوبجكت ومره ما تاخدش ايه اوبجكت. يعني ممكن اقول هي اسكد وير، ممكن اقول هي اسكد مي وير، ما فيش مشكله خالص. ده بالنسبه للجمله الاستفهاميه. اتمنى كده اكون اسعدتكم، وده كده ملخص يونت 11. الله ينور. جميل. نيجي ليونت 12. تمام. ده كده زي ما احنا شرحنا للطلبه الجمله الاستفهاميه. هنبدا برضو ناخد الجمله جمله الاوردر، هناخد برضو مكوناتها الاساسيه هنا، ونبدا نعمل عليها اكزامبلز في الناحيه الثانيه. تمام كده. يا ريت يا شباب كلنا نتابع على الصفحات بتاعتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عشان تستفيد استفاده كامله من كل حلقات مدرس على الهواء. وما تنساش كتاب مدرس على الهواء قريبا بالحلقات. عندنا دي جمله الامبريتيف او الامبريتيف الامر او جمله الاوردر زي ما بيقولوها كده، الاوردر او الامبريتيف طبعا الامر. عندي هنا الافيرماتيف الاثبات، وعندي النيجاتيف. احنا عندنا امر له شكلين، يا امر اثبات بقول لواحد اخرج يا اقول له ما تخرجش، يا اقعد يا ما تقعدش، يقف يا ما تقفش. فانا عندي الاثبات فببدا بفعل في الانفينيتيف ايا كان الفعل، اوبن ذا دور، كلوز ذا ويندو، جو اوت، ستادي هارد، كده انا بامره في صيغه الامر. يا اما بعمل في النفي بامر بدونت، ودونت كده كده بلس انفينيتيف. اظن الكلام واضح. يبقى انا عندي الامر يا اما انفينيتيف يا اما دونت والانفينيتيف. حتى بمثال صغير كده، اوبن ذا دور، افتح الباب، انا كده بامره، بقول له واحد افتح الباب. هنا بنفي هقول له دونت اوبن ذا دور، اوعى تفتح الباب احسن يجي لنا برد ولا حاجه. تمام. ده كده امر مزبوط وامر ايه منفي. قال لي شكل الامر اسهل بقى كمان من الجمله الخبريه. هو مستر نبيل تعب بصراحه في الجمله الخبريه. الجمله الخبريه كبيره قوي وممتد قوي ومتفرعه قوي قوي. جمله السؤال كملت عليها، وجمله الامر هتكمل عليها برضو. طيب ناخد بقى الاول، انا بحول انفينيتيف ده بحول ازاي في الامر؟ قال لي في الامر انت عندك تحويله، بكتب تو بلس انفينيتيف وبكمل جملتي عادي خالص لحد ما بخلص. وفي النفي بكتب نوت تو بلس انفينيتيف وبكمل جملتي عادي جدا. يبقى انا عندي تو الانفينيتيف ونوت تو الانفينيتيف. جميل قوي. يبقى انا لما اقول له واحد اوبن ذا دور اقول له تو اوبن ذا دور، تو اوبن ذا دور. طب دونت اوبن ذا دور اقول له نوت تو اوبن ذا دور. طب انا ببدا بمين؟ قال لي ببدا به اوردرد يامر، ادي واحده. طب ممكن استخدم ادفايز هي ادفايزد، ادي الثانيه. طب ممكن استخدم هي ورند، هي ورند حذرني هي ورند. طب ممكن اقول مثلا هي تولد، برضه هي تولد عادي جدا هي تولد. طب ممكن استخدم هي اسكت، ممكن استخدم هي اسكت. كل الحاجات دي وراها مباشره كده الاوبجكت. يبقى انا عندي هي اوردرد مي، هي ادفايزد مي، هي ورند مي، هي تولد مي، هي اسكت مي. في مدرس يقول للطالب دي جمله الامر ودي جمله النصيحه ودي جمله التحذير، هي جمله واحده، هي شكل واحد، هم شكلهم واحد. انا لو عندي اثبات هقول تو بلس انفينيتيف، يبقى انا كده هي اوردرد مي تو اوبن ذا دور، هي اوردرد مي تو اوبن ذا دور. طب هي ادفايزد مي تو اوبن ذا دور. طب هي ورند مي تو اوبن ذا دور. طب هي تولد مي تو اوبن ذا دور. بدل ما اقول للطالب جمله النصيحه وجمله الامر وجمله التحذير وجمله السؤال وجمله، هي امر مثبت وامر منفي. هي الحاجات الشاذه في جمله السجست، في جمله الريكومند، في جمله ده موضوع لوحده. فانا هنا انا بريح الطالب، ببسطها له. مش عايز انا اجهده، حتى لو كان طالب شاطر. ما انا الطالب الشاطر برضه مشاكله كلها في الجرامر. يعني طالب اللغات عندنا حضرتك يا مستر احمد مشاكله كلها في الجرامر، مش مشاكله كلها في الفوكابلري. هو في الفوكابلريز بسم الله ما شاء الله عنده كم كلمات هائله، مشاكله كلها في الجرامر بس. طب انا ليه اتعبه؟ ليه اقول له جمله النصيحه احفظها لي، احفظ لي جمله الادفايس وجمله الاوردر وجمله التحذير
وجمله السجست وجمله مش عارف تنيله كله امر مثبت امر مثبت تقول طب لو نفي لو سمحت حط نوت تقول بلس انفينيتيف بلس انفينيتيف وتبقى كده خلص. يبقى انا لما اقول هي اوردر دي مي تو اوبن ذا دور. طب الثانيه هي اوردر دي مي نوت تو اوبن ذا دور. طب لو كانت نصيحه هي ادفايز دي مي تو اوبن ذا دور. الكلام ده احنا كنا بنتعب فيه جدا اما كان بيجي لنا سؤال الرايت. لان كان في سؤال الرايت بيقول له ايه؟ استخدم ادفايزد، استخدم اوردر، استخدم ورند، استخدم النفي، استخدم الاثبات. فكنا بنعلم الطالب انا النهارده كل سؤال بقى تشويس اختياري. هو كاتب لي الجمله جاهزه هي ادفايزد مي. انا حافظ ادفايزد مي يا تو يا نوت تو. طب هي اوردر مي يا تو يا نوت تو. طب هي ورند مي يا تو يا نوت تو. هو لو عايز الجمله الخبريه هيقول لي هي اوردر مي ذات او هي ورند مي ذات. فانا مضطر اشتغل على الجمله الايه؟ الخبريه. يبقى هو ربط كده كل حاجه بطريقه بسيطه جدا. ده شكل جمله الامر. نعمل كام سؤال كده على جمله الامر ويبقى كده برضو غطيناها كويس ان شاء الله. كده ده الجمله الخبريه. بكل بساطه بنحول يا اما اثبات يا اما نفي. اه تمام مفيش غيرهم. طيب. وما فيش غير دونت وما فيش غير الانفينيتيف على طول. طيب هي سيت تو مي خلاص او هي مثلا هي اوردرد مي سبيس فاير اون ذا انمي. هل هنا ذات اف تو نوت تو؟ دي جمله امريه. جمله امر. انا عرفتها على طول من الانفينيتيف. ده الانفينيتيف اهو. انا مذاكر هلغي ذات خالص. يبقى هلغي ذات خالص. واف طول عمرها سبجكت زائد فيرب. بالمناسبه طول عمرها في الانجليزي كده كله حتى في الجمله العاديه سبجكت زائد فيرب احنا طبعا حافظينها من جمله السؤال. فدي كمان باي. يبقى قدامي يا اما تو يا اما هل اطلق النار على العدو ولا لا اطلق؟ على العدو. اطلق طبعا. ده انا اطلق ونص. يبقى تو فاير. تمام. واحده تاني شي ورند هم ان ذا ستريت. محدش بقى يقول لي الجمل بتيجي سهله كده. اه بتيجي سهله كده وبتيجي اسهل من كده كمان عشان بس يبقى كده واضحين. حاسك طب مش اسهل. اه لا عشان واضحين يعني الامتحان يعني بلاش يا جماعه بلاش نهيئ للطالب. الامتحان بيجي صعب والامتحان بيجي مستحيل والامتحان بيجي من بره المنهج. ما فيش حاجه الكلام ده. احنا كتاب مدرس على الهواء اللي مستر احمد تعب فيه وعمله. الكتاب ده مغطي كتاب الورك بوك كويس جدا جدا بامتحاناته. مغطي امتحانات ثانويه عامه السابقه كلها بكل مشاكلها. ما فيش جمله بتخرج من المنهج. ما فيش جمله بتخرج من كتاب الورك بوك. عشان بس ما حدش يقول لك ايه الامتحان بيجي صعب والامتحان بيجي فيه. ما فيش الكلام ده. ما فيش الكلام ده. لو انت مع مدرس كويس بيخدم مادته العلميه كويس وبيشرح كويس وبيبسط المعلومه على قد ما يقدر لا هتقفل في الانجليزي ان شاء الله. انا النهارده ما اجيش اخش في الحاجات الصعبه وادسم الدنيا واقول الدنيا فيها وفيها والاقي في الامتحان الحاجات دي. الطالب بيتخض. تخيل جمله زي كده اكتب له مثلا كده اكتب له مثلا اف وبعدين وذر وبعدين ذات واكتب مثلا نوت تو ولا يا طالب بيختارها غلط. انت بتختارها غلط على ايه؟ يعني انا كاتب لك الانفينيتيف ده احنا طول عمر الانفينيتيف وراه ايه؟ يا تو يا نوت تو حاجه من الاثنين. حافظين طول مصدريه حتى هي مفيش غيرها. نوت تو بلاي ان ذا ستريت هي حذرته انه ما يلعبش في الشارع. ده بالنسبه لجمله الايه الامر. نيجي بقى للاقتراح فيها. يجي يقول مثلا ايه شي سجستد سبيس مثلا تو ذا زو. طب ما دي موجوده في الكتب الخارجيه كلها. معظم الكتب الخارجيه شغاله على الجمل دي. مستر نبيل الف دي قال احنا عندنا حلين يا اما سجستد سبجكت والانفينيتيف يا سبجكت وي شود يا اما فيرب بلس ايه اي ان جي. طب انا ما عنديش هنا ذات. هو يكتب لي مثلا كده تو تو جو وبعدين جوينج وبعدين يكتب لي كده ذات جو ذات جو ويكتب مثلا جو كده بالمنظر ده. طب انا طبيعي جدا ادي سجست وانا عارف ان اي فيرب. طب انت عارف ان سجست وادميت وديناي احنا عندنا انا عندي كده بقول للطالب يعني انت عندك ادي سجست ادي واحد وادي ادميت اعترف وادي ديناي انكر. تمام. الثلاثي دول كده مباشره كده وراهم فيرب ذات ايه اي ان جي. يجي بقى مدرس يقول للطالب جمله الاقتراح جمله الاعتراف جمله الانكار جمله الشكر جمله الاعتذار جمله مش عارف ايه ليه ده كله كله كده. انت كده انت كده انت كده بتجهد الطالب
في حاجه ملهاش يعني انت كده بتجهده بس. فانا هضطر اختار هنا مين؟ طبعا جوينج. دي كده جمله الامر وجمله السؤال، حاجه كده بسيطه واسلوب لذيذ، والطالب المفروض يتفاهم كده، لغه لذيذه وماده حلوه ومحبوبه، والمفروض انا اتعامل معاها كده بلطافه بلاش. ده كده جمله الامر. تمام جميل. ايه تاني نعمله؟ شوف اللي بعد كده هتعمل معانا ايه. كده احنا خلصنا يونت 11 ويونت 12 في الجرامر. اتمنى ان الطلبه طبعا كل طالب عنده كتاب خارجي يشتغل فيه، وان شاء الله منزل كتاب مدرس على وحاول مثلا خده اتعامل معاه اتعامل معاه. وطبعا هم حاطين الساده المدرسين وارقام تليفوناتهم، ممكن تتصل بمدرس اللي يعجبك لو قابلتك مشكله فيه ولا حاجه. اعتقد كده ده ملخص للتو يونتس. اي مور اكزامبلز بقى على الموضوع ككل. تمام. في الوقت طبعا كلنا جايين عشان نخدمك، كلنا جايين نقول لك ان الانجليزي حاجه حلوه وسهله تضمن فيها الدرجه النهائيه مع جروب مدرس على الهواء، انت في ايدي امينه عزيز الطالب. خلي دي كده زي ما هي كده في الوقت. تمام ماشي. هي اسكد مي if the poet really the Nobel Prize. ده امتحان 2011 الثانويه القديمه. تمام تمام. He asked me if the poet really the Nobel Prize. هل deserved has deserved is deserving. دي جملة في امتحان 2011. جملة تانية she said says told tells me that she had written her lessons. The previous day. جملة ثالثة. He asked her. Asked her. ده امتحان 2014 الازهر. Where she has been went had been goes the day before. دول كده اول تدريبات شاملة. هنستنى حضرتك هنجاوب بعد الفاصل. ما تروحوش في اي حته، راجع لكم تاني وبسرعه استنونا. ورجعنا لكم تاني ودايركت واندايركت ومستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عوده حميده ان شاء الله. هي اسكت مي، هو سالني اف ذا بويت ريلي ذا نوبل برايز، هل ديزيرف ولا ديزيرفد ولا هاز ديزيرفد ولا از ديزيرفنج. طبعا احنا اتفقنا ذا باست، والطالب متعلم اف وراه السبجكت، يبقى ناقص هنا مين؟ الفيرب. الفيرب
الفيرب هنا يبقى فيرب فين؟ بست في الباست. انا عايزك بقى وانت بتمتحن ما تتعبش دماغك قوي. اولا ما عنديش كورد في الجمله، ما عنديش مثلا ذا دي بيفور عشان اختار هاد، ما عنديش ذا فولوينج عشان اختار وود، ما عنديش ذن عشان اختار ووز وير والاي ان جي، ما عنديش الكلام ده، ما عنديش اي حاجه من دول. دور على الباست لوحده كده، ده بريزنت، حتى لو دي صح هتبقى ديزيرفز. هاز دي بريزنت، بريزنت بيرفكت ما تنفعش. از ديزيرفنج يبقى ما وضعش غير مين؟ ديزيرفنج. بسرعه كده تمام. شي انا عندي هنا مي، احنا اتفقنا مع مستر نبيل ان انا عندي سيد ما يجيش وراه اوبجكت ولا سيز، يبقى دي كمان غلط، لا سيز ولا سيد. عندي يا تولد يا تيلز، اقرا بقى جملتي دي في الايه؟ هيد في الباست، دي في الايه؟ يبقى انا هختار هنا مين؟ تولد. تولد ما تنفعش تيلز. تمام تمام. هي اسكت هير وير شي هاز بين وينت هاد بين جوز ذا دي بيفور. ده امتحان الازهر 2014. انا بس بسيب الاسماء. هي طبعا كان امجد اسكت حسام، حسام اسكت نهى. انا بحط شي وهير على اساس ايه؟ الجمله تبقى بسيطه. وير شي هاز بين وينت هاد بين جوز ذا دي بيفور. اولا اسكت في الباست، شوف انا بعمل ايه. هستبعد جوز، هستبعد هاز بين، اصبح عندي يا اما شي وينت يا اما هاد بين. طب انا عندي هنا مين؟ ذا دي بيفور. يبقى نختار. انا سامع طالب بيقول لي مين؟ دي تحويل ليسترداي، هتبقى المفروض تبقى في الماضي، هتبقى هاد بين. هاد بين ماضي تاني. تمام تمام. ده كده كام سؤال. انا ممكن اعمل بقى ملخص سريع كده للدايركت اون دايركت على البورد، والناس تصور بقى البورد كده كله. هيبقى عندك الجمله الخبريه وجمله السؤال وجمله الاوردر بطريقه بسيطه جدا على البورد، تسهل لك الحل في اي كتاب خارجي. جميل جدا. جميل. تمام. المستر دلوقتي هيشغل معاك تلخيص يونت 10 10 و 11 و 12 على البورد. حاول تصور بقى وتركز معانا شويه. بص يا اولاد، اي جمله في الدنيا احنا عندنا طبعا السبجكت ده الاساسي، ان انا بحول للريبورتد سبيتش. فالريبورتد دائما هقول مثلا هي سيد، هي تولد، هي اسكد، هي اوردرد، هي ويرند الى اخره. فده السبجكت الاساسي اللي في اي جمله. تمام. هناخد الجمله الخبريه زي ما شرح مستر نبيل. انا عندي سيز وعندي سي وعندي سيد، الثلاثه دول كده نو اوبجكت، ما ينفعش وراهم مفعول. ادي كده جزء اول. تمام. وعندي تيل وعندي تيلز وعندي تولد، لازم احط وراهم كده اوبجكت اجباري، لازم احط مي وهم وهير الى اخره. ده جزء الجمله الخبريه. تمام. يبقى انا عندي في الجمله الخبريه سيز ذات، سي ذات، سيد ذات. طب ممكن ما استخدم ذات وممكن ما استخدمهاش، يبقى نحط كده ذات بين قوسين، ممكن استخدامها وممكن عدم ايه؟ استخدام. يعني انا ممكن اقول هي سيز ذات، هي سي ذات، هي سيد ذات، وممكن اقول تيل مي ذات، تيل هير ذات. ده اول جزء اساسي. تمام. مثل نبيل قال بعد ذات كده يا اولاد، احنا عندنا ادي السبجكت الثاني بتاع الجمله، وعندي هنا كده البريزنت معاه ايه على طول؟ بريزنت زي. والباست يا اما معاه باست يا اما باست بيرفكت. تمام كده؟ ادي واحد مكان الاثنين. يبقى انا عندي كده هي سيد ذات ذات اي ويل جو. طب لو سيد هي سيد ذات اي وود جو. طب انزل تحت هي تيلز مي، هي تيلز مي هي از جوينج. طب لو في الباست هي تولد مي هي واز جوينج. تمام؟ ادي واحده كده. حتى لو هنعمل مثال كده بسيط كده، هي تولد مي، ودي ذات ممكن اكتبها وما اكتبهاش. هي هاد ستادد انجلش ذا داي بيفور. ادي واحده. نفس السبجكت ده في جمله السؤال، احنا عندنا بقى اسك وعندنا اسكز وعندنا اسكد وعندنا وندر ما تنسهاش او وندرد ايا كان، وعندنا وونت تو نو، وونت تو نو او وندرد ايا كان فيهم. اقفل كده، ده جمله السؤال. تمام. كنا بنربط بايه؟ انا سامع حد بيقول لي باف او ويذر او ادوات الاستفهام الدبليو اتش، واي وين وير. تمام كده. تمام تمام قوي قوي. المجموعه دي كده برضو سيادتك هتحفظ ان وراهم السبجكت، وبرضو عشان الناس الضعيفه ادي اي ادي هي ادي شي
ادي علي ايا كان الاسم، ونفس الكلام الفيرب اللي احنا قلنا البريزنت معاه بريزنت والباست معاه ايه؟ باست. ادي هي اسكد مي واي اي هاد ليفت ايرلي. تمام؟ جميل. ده جملة السؤال. جملة الجملة الأمر نفس الكلام اهو، ادي ويرند حذر، وادي اوردرد امر، ادفايز، وادي ادفايز زي ما قالت مس فاتن مش ذاكره معانا كويس، تولد، وادي تولد، وادي اسكد. ايا كان السؤال اللي فيها، هنا بقى ما فيش لا ذات ولا اف ولا الكلام ده كله. قال احنا عندنا الامر يا اما تو بلس انفينيتيف، يا اما نوت تو بلس انفينيتيف. ده كده ملخص للدايركت والاندايركت. بقى عندنا ان احنا نقول سجست وادميت وديناي، كل دول بقى اوران فيرب بلس ايه؟ اي ان جي. ده كده الجمله الخبريه. يبقى الطالب دي كده نو اوبجكت، سي وسيد وسيد ذات، تيل وتيلز وتولد معاهم مي وهير الى اخره، وراهم السبجكت والفيرب. نفس الكلام هنا اسك واسكز واسكت سواء في اوبجكت او لا. هنا وندرد وونت تو نو كان يو تيل مي. نفس الكلام اف او وذر ادوات الاستفهام سبجكت ذات فيرب. ده الفرق بين الخبريه والاستفهاميه. وجمله الامر يا تو يا نوت تو. ده كده ملخص 12 وده 11 وده 10. ده كده ملخص الدايركت والاندايركت. جدا النهارده اتفضل ارتاح. نتمنى ان نكون اسعدناكم وبسطنا لكم اللغه على قد ما نقدر. نشكركم. احنا اللي بنشكر حضرتك. الله يخليك يا فندم. باسم كل اللي بيسمعوك سواء كانوا طلبه او مدرسين. الله يخليك يا فندم، ربنا يكرمك. هتختم مع الطلبه تقول لهم ايه؟ اللهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. اعاد الله علينا وعليكم بالنور ان شاء الله بخير ان شاء الله. واتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق الجميع، وان كل واحد يبقى بسيط في 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 مادته وسهل في لغته، عشان الموضوع مش محتاج تعقيد قوي ولا صعوبه قوي، والدنيا سهله وبسيطه. والطالب بقى يركز على الاسئله اللي بيجي منها درجات كتير. احنا عندنا الكومبريهنشن، عندنا الدايلوج، عندنا الباراجراف، عندنا الترانزليشن. يركز عليها قوي ويحاول يحل كل اسبوع واحده قطعه، او يحل كل اسبوع قطعه وترجمه ويكتب اسي، علشان لما يجي اخر السنه دول 28 درجه. ما بقاش مركز على الجرامر بس والحاجات دي كلها. يعني ارجو ان الناس تتعامل مع الحاجات دي كويس، عشان ان شاء الله ربنا يوفق الجميع. ومستر احمد نشكركم على مجهودكم مع الطلبه ومع ومع الناس كلها بصراحه. يعني ربنا يكرمكم ويوفقكم ان شاء الله. بنشكر حضرتك وبنشكر كل المدرسين، نشكر اداره البرنامج ان شاء الله، وبنشكر اداره البرنامج ومستر احمد السعيد على راسهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.